يعني امبارح اضيئت قبه جامعه القاهره باللون الاحمر في اطار كده احتفاليه باليوم العالمي للقلب، وبتحتفل بيه المنظمه منظمه الصحه العالميه سنويا يوم 29 سبتمبر، طبعا يعني في اطار التوعيه بالمخاطر اللي بتسببها امراض القلب ومساله يعني العمل على خفض معدلات انتشارها في العالم. اكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهره على اهميه اليوم ده في تكوين نوع من انواع التوعيه للناس بخطوره امراض القلب واهميه الوقايه منها. خلينا نتكلم مع حضراتكم اكتر عن هذا الموضوع. معانا على التليفون نائب مدير معهد القلب. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وبتشوف اهميه وجود يوم عالمي للقلب واهميه اهتمام الدوله المصريه بهذا اليوم في اطار توعيه الناس بخطوره امراض القلب؟ مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. انا احمد كامل، دكتور احمد كامل، شايل القلب ونائب عميد معهد القلب القومي في امبابه. بنحاول دايما ان احنا نعمل زي برامج توعويه لمرضى القلب او حتى الناس اللي ممكن يجي لهم القلب. دايما بنقول ان القلب ده هو القطر الاول او اهم اسباب الوفاه في العالم. يمكن اهم من الكوفيد والاورام والسرطانات وحادث طرق القلب. امراض القلب هي سبب رقم واحد للوفيات في العالم، ده حسب ال WHO بتقول كده. فحاجه مهمه جدا جدا ان احنا نقي انفسنا ونوعي يعني مرضانا ونوعي المجتمع عموما بالريسك فاكتورز او عامل الخطوره اللي ممكن تؤدي الى حدوث امراض القلب. فطبعا الموضوع ده هو مهم جدا جدا جدا، واحنا دايما في معهد القلب القومي بنحاول ان احنا نعمل يعني توعيه، او بنقول يعني حلقات توعيه او ندوات لتوعيه المرضى اللي بيجوا لنا المعهد. يعني يوم القلب العينه بالذات بيبقى مهتمين ان احنا نقعد مع الناس ونحاول نفهمهم ونوعيهم خطوره القلب وخطوره العوامل الخطوره اللي بتؤدي الى امراض القلب، ان احنا نحاول نبعد عنها زي الضغط والسكر والكوليسترول والتدخين وكل هذا الكلام. طيب دكتور، الطبيب القلب المصري موقعه فين في العالم؟ ده اعتقد في العالم. والله بص حضرتك، يعني طبيب القلب المصري ده يعني شايل العبء الاكبر في التوعيه يمكن في مصر ويمكن في العالم. يعني معظم، مش هقول معظم، يمكن اطباء الخليج زي ما احنا عارفين كلنا اكيد الطب المصري او الطبيب المصري بيشتغل في كل حته في العالم وثابت نفسه وثابت كفاءته في الخليج، الدول الاوروبيه، في امريكا، في كل حته في اطباء كتير جدا جدا مصريين في كل التخصصات مش بس القلب. طبعا طبيب القلب في مصر عليه عبء كبير لان هو الرقم واحد في المنظومه الطبيه، وهو اللي ممكن يوعي مريضه او يوعي حتى مش بس المريض، المجتمع عموما بمخاطر امراض القلب والعوامل اللي بيسموها عامل خطوره ريسك فاكتورز اللي ممكن تؤدي الى حدوث امراض القلب. طيب دكتور، يعني في نقاط كده ازاي الناس تحمي نفسها من امراض القلب؟ هقول لحضرتك اربع حاجات. هنتكلم على اربع حاجات: ضغط، سكر، كوليسترول، تدخين. دي الحاجات اللي ممكن نعدل فيها. في حاجات اخرى صعب ان انا اغيرها، له عامل وراثيه والحاجات ديت صعب اغير، واحد عيلته فيها مرض القلب صعب ان انا اغير الكلام ده. لكن انا عندي اربع حاجات موديفايبل، عندي اربع حاجات ممكن اغير فيهم: سكر، ضغط، كوليسترول، تدخين. الحاجات دي سكر، ضغط، كوليسترول، ارقام. كل واحد لازم يبقى عارف التارجت بتاعه ايه او الرقم المثالي لحالته وسنه كام، سواء ضغط او سكر او كوليسترول. بلس لو انا مدخن امنع نهائيا. الناس الكتير قوي بيقول لك انا بشرب سيجاره في اليوم او اتنين في اليوم. لا، ما فيش حد ادنى يعني اللي بيشرب سيجاره زي اللي بيشرب علبه سجاير. دي في عجاله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احمد كامل، شكرا جزيلا على وجودك معانا.